بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. صديقي مشجع مانشستر يونايتد، بصراحه مش عارف اقول لك ايه يا معلم، بس ونانا مفيش حد عارف يقيمه. الراجل ده حرفيا ماتش في السما وماتش بينزل بيك تحت الارض. فبصراحه قصه ونانا الموضوع غريب بصراحه، كل شويه بتلبسها ايريك تين هاج اللي هو ونانا يطلع يعتذر ويقول لك معلش يا اخوانا، ومعلش انا لازم نتكلم على تين هاج، ولكن لازم برضو نتكلم على العظميته اللي عملها حكيم زياش. حميده والله يا زياش، والله عوده حميده يا راجل. لبس الهدف الاول، هما بص الهدفين بتاع زياش فاولين، كره حطها حلوه قوي وكره كان لعبها عرضيه وراحت في المرمى. يا اسطى الهدف الثاني كان لعبها عرضيه وراحت في المرمى وأنانا صدها في المرمى. لا طب ما هو كان لعبها في المرمى، والله لعبها في المرمى، لعبها عرضيه. المهم ان أنانا ساعده بشكل كبير. المباراه دي كان فيها كميه تقلبات غير طبيعيه، الله زي ماتشات مانشستر يونايتد في دوري الابطال بالظبط يا عزيزي. هو مانشستر يونايتد بيسجل الهدف الاول عن طريق جرناتشو سي. معلش احنا كل من قدوتك اقول لك من انت، اللي هو يا كل الناس قاعده تقول الكلام ده بعد ماتش ايفرتون بعد الجون اللي جابه جرناتشو باكورد، اللي هو خلاص يا اخوانا عرفنا ان كلونا كريستيانو رونالدو. نسكت على كده؟ لا، برونو فرنانديز يجي عاطي واحده المسليره اوب 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 اوب، مانشستر يونايتد هيعملها ولا ايه؟ مانشستر هيكسر الدنيا ولا الله الله الله، مانشستر جاي كده وكسبان 2-0 خير لما اجعله خير. لا يا معلم ايه ده؟ ايه ده؟ الخازوق جاي ورا، مانشستر يونايتد مش هيسجل هدفين ويطلع كسبان؟ لا 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 لا، مانشستر يونايتد لازم اوريك اهم صوره حضرتك، مش طلع مسجل هدفين؟ نلبس الهدف الاول عن طريق حكيم زياش. والله زياش ابننا، بس معلش يعني مرابط برضه ابننا، لا بس زياش ابننا اكتر، وزياش مع احترامي الشديد يعني احنا مستنيينه يرجع الرجعه بتاعته، لان حكيم زياش الناس كلها منتظره ان هو يرجع ورجوع قوي كمان، وزياش النهارده قدام فريق مانشستر يونايتد دي رجعه، يعني دي رجعه والراجل بيعمل اداء عظيم. ليه رجعه؟ لان المباراه الاخيره هتكون قدام كوبنهاجن، فيقدر فريق جلاتا سراي ان هو يكسب كوبنهاجن ويصعد. انما فريق مانشستر يونايتد يعني ربنا يصلح حالهم قدام فريق بايرن ميونخ. والله ربنا يصلح حالهم قدام بايرن ميونخ. نسكت على كده؟ فخر اسكتلندا مستر سكوت ماكدوناي بيسجل الهدف الثالث. والله شكلها بتخلص اهي، يعني شكلها بتخلص اهي. وعايز اقول لك حاجه، هاري ماجواير عمل ماتش حلو وهو وفيكتور لندلوف، انت متخيل هاري ماجواير عمل ماتش حلو وان انا اللي بيغرق الدنيا ورا؟ لا بس معلش، خط هجوم فريق جلاتا سراي اللي فيه زياش واللي فيه مارو ايكاردي واللي فيه دينيس ميرتنز واللي فيه ويلفريد زاها اقوياء. لا هو انا من زمان بقول لك فريق جلاتا سراي فريق محترم وعلى ملعبه بيلعب مباريات عظيمه، وبصراحه جلاتا سراي كان يستحق التعادل. ولكن القصه بالنسبه لي ان مانشستر يونايتد علم معاك الطموح قوي وسجل هدفين، ولكن زياش كان ليهم بالمرصاد. زياش سجل الهدف الاول وبعد كده بيسجل الهدف الثاني ويسكت بقى. لا نعمل اسيست لكريم، نعمل اسيست لكريم. كريم اكتر كوجلو اكتر، بص هو كوجلو، بص هو كريم اكتر كوجلو، بص يا معلم اكتر كوجلو، بص هو عطى اسيست لكريم ده وكريم سجل هدف ثالث. ايه ده؟ يعني عمل رومونتادا، هو عمل رومونتادا ورومونتادا كبيره كمان على مانشستر يونايتد. ولكن مانشستر يونايتد نفس المشاكل لسه موجوده عنده. هو فريق بيديك 20 دقيقة 30 دقيقة تحس ان الفرقة دي كويسة، بعد كده هوبا يلا نريح بقى شوية، معلش احنا محتاجين نريح شوية ومحتاجين نهدي الدنيا شوية. اثناء ما بيريحوا بقى بتلاقيهم لبسوا، وفعلا النهاردة لبسوا الهدف الأول وسجلوا هدف ثالث، نخلص بقى الدنيا خلصانة. ده الراجل حرفيا راح مطلع سفيان مرابط وراح منزل كوبيا مينو. وبصراحه تغيير سفيان مرابط دي انا مش فاهمها، يعني بصراحه تغيير سفيان مرابط دي انا مش فاهمها، بس تمام. هو قال لك يمكن سفيان مرابط عنده انذار. ديجو دالت نزل مكان ارون وان بيساكا، وكمان فاكوندو نزل مكان جرناتشو، اللي هو الراجل حرفيا حاول يدور على ان هو يطلع بالمباراه. ولكن تطلع بمباراه مين؟ زياش وقفلك بالانتظار. مباراه عظيمه لفخر المغرب طبعا، مباراه عظيمه بالنسبه لزياش. زياش مان اوف ذا ماتش، تو جولز اند وان اسيست. لا عوده حميده مستر حكيم زياش، عوده حميده للساحر المغربي في دوري ابطال اوروبا. اما بالنسبه لجمهور يونايتد فاذكر بقى يا صديقي سبب هذه الماساه، هل هو ايريك تين هاج او هل هو الاسطوره الحقيقه اندري اونانا؟ انا بصراحه بختار الخيار الثاني، وهو ان اونانا في الماتشات الكبيره نوعا ما بيكون نقطه ضعف ونوعا ما اخطائه بتكون كارثيه. واذكر الماتشات بتاع دوري ابطال اوروبا هتلاقي فيها اونانا لبس الفريق حرفيا. هو اونانا حرفيا في ليالي الابطال ما بيشوفش، يعني هو في ليالي الابطال ما بيشوفش خالص. جه قدام كوبنهاجن شاف المباراه الاولى خربها المباراه الثانيه، فالدنيا بالنسبه لاونانا رايحه في الجلاش حرفيا في دوري الابطال. اما بالنسبه لزياش فبدايه عظيمه
وعوده حميده، ونتمنى ان هو ما يتصابش، لان احنا عارفين حكيم زياش كويس، يعمل ماتش حلو والماتش اللي بعديه يتصاب، فربنا يستر على زياش.